مساء الخير. اتفضلوا كلوا معايا. باكل سمك مشوي. باكل سمك مشوي ورز ابيض. سمك. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا مفيهوش اي حاجه. اوعوا تفتكروا ان انا ممكن اجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكو. دي بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها. بالمناسبه اللوك اللي عملته عاجبني وانا مبسوط منها قوي. بس قبل ما الاخوه الساده الملائكه الصالحين اللي عمالين يقلوا ادابهم ويشتموا ويقولوا تاخد الترند وجاتها البلا في شكلها، بابوها معرفش يربيها، لأن بنتي بتربيها كويس جدا، بس هي بتتصرف باللي هي حاسه بيه. المهم ان هي ما تكونش بتأذي حد. قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكوا، اتفرجوا على عيلتكوا، على اولادكوا، على اخواتكوا، على الناس اللي حواليكوا، قبل ما تبقوا انتوا بتنتقدوا وتغلطوا وتقولوا ما تربيتش بتلات تعريفه تربيه او بربع جنيه تربيه. لا، انا بنتي متربيه كويس جدا.